فيروس كورونا تنتقل عن طريق اليدين، لذلك الجميع يحافظ على غسل اليدين ونظافة اليدين. ثاني شيء الجلوس مع بعض، التباعد متر ونص حتى لو ما فيك شيء، بس التباعد. ثالث شيء، وانا اخوك مبارك علينا وعليكم، كل الشكر والتقدير لكم. أعرف أن هذا على حساب أولادكم وبيوتكم. التواصل الداخلي حاب يقدم لكم وسام. الحقيقة أنكم أنتم وسام. الله يرحمه. كل الشكر والتقدير لكم. الله يرحمه.